الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عودة الخضر لملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وهو الملعب الذي يبقى شاهدا على انتصارات الأفناك. باقي تفاصيل في هذا التقرير لنوال بوغطاف. بترسيمها لمواجهة المنتخب الوطني لنظيره البنيني بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة شهر أكتوبر الداخل، تكون الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد اتخذت القرار المناسب حسب العارفين بشؤون اللعبة في البلاد لإعادة روح الانتصارات للتشكيلة الوطنية في الوقت الذي تعود فيه جل اللاعبون على هذه الأرضية التي لطالما صنعت أمجاد وفرح الأفناك. الجولة الثالثة من تصفية كأس أمم إفريقيا بين المنتخب الوطني ضد منتخب البنين في 12 أكتوبر الداخل ستكون فرصة أمام أشباب الماضي للتصالح مع النتائج الإيجابية التي غابت عن خزائنهم في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يتقاسمون فيه صدارة ترتيب المجموعة مع منتخب البنين بأربع نقاط لكل منهما. الإحصائيات بدورها تشير إلى أنه من الصعب على أي منتخب إفريقي التغلب على الخضر في تشاكر، وتؤكد الأرقام أيضا أن أبناء الخضراء يصنعون فرصا كثيرة للتهديف وهجومهم جد فعال في ملعب البوليدة. فهل تبقى أرضية تشاكر فعل خيرا على الكرة الجزائرية بدليل أن الانتصارات التاريخية التي حققها منتخبنا الوطني كانت فوق هذا المستطيل الأخضر؟ يكفي فقط أنه من ملعب البوليدة تأهل محارب الصحراء مرتين إلى المونديال عام 2009 إلى دورة جنوب إفريقيا، وعام 2014 إلى مونديال البرازيل.